هل تريد البيع على موقع أمازون وشحن منتجاتك لمخازن أمازون FBA؟ إذا ابقى معي لآخر الفيديو لتتعرف على 5 عوامل مهمة عليك معرفتها قبل شحن أي منتج لمخازن أمازون FBA. إحدى أبرز الخدمات لموقع أمازون هي خدمة تخزين المنتجات وتغليفها وشحنها للمشترين نيابة عن التجار. التجار فقط عليهم تجهيز المنتجات في رزم كبيرة وشحنها لمخازن أمازون FBA. أمازون FBA اختصار لـ Fulfillment by Amazon. العامل الأول الذي عليك الانتباه له قبل شحن المنتجات لمخازن أمازون FBA هو باركود المنتج. أي منتج تريد شحنه لمخازن أمازون يجب أن يكون ملصق على المنتج الباركود الخاص له. إذا شحنت 100 منتج عليك لصق الباركود على جميع 100 منتج. فهذا الباركود أمازون ستوفره لنا وسنطبعه على ورق لاصق. مهم جدا أن نلصق الباركود بطريقة صحيحة لكي يعرف عمال أمازون قراءته في ماكينة الليزر لقراءة الباركود. العامل الثاني، عليك معرفة أي منتجات تخزن في مخازن أمازون FBA. مخازن أمازون FBA لا تسمح بتخزين جميع المنتجات في مخازنها. علينا أن نتفحص أولا أي منتجات يمكننا تخزينها، وإذا يوجد متطلبات معينة على المنتج الذي نريد شحنه. لنفترض إذا سأشحن منتج لأطفال صغار يجب أن يكون لصقة خطر الاختناق على غلاف المنتج. يوجد رابط في وصف الفيديو للمنتجات المسموح لتخزينها على موقع أمازون FBA، وتأكدوا من أن منتجاتكم يمكن تخزينها أو لا. العمل الثالث هو عمل بحث أسواق مهني قبل شحن أي منتج. الكثير من التجار تستهتر في عمل بحث أسواق مهني على منتجاتها وتعتمد على شعورها الداخلي بأن المنتج سيكون مطلوب وسيباع، ويعرضوا نفسهم لفشل في بيع المنتج، وبالتالي مشروعهم يفشل ويدفعوا مبالغ لتخزين المنتجات في مخازن أمازون FBA. لذلك تعلموا عمل بحث أسواق مهني وكونوا متأكدين من إمكانيات بيع منتجاتكم. العامل الرابع هو تغليف المنتجات بطريقة مهنية. عند تعبئة المنتجات في رزم كبيرة في كرتون، تأكدوا من تغليف الكرتون بطريقة صحيحة لكي لا يحصل أي ضرر للمنتجات. مخازن أمازون غير مسؤولة عن منتجات حصل لها ضرر خلال شحنها للمخازن، هي مسؤولة فقط عن أي ضرر يحصل بعد استقبالها بشكل كامل للمخازن. العامل الخامس هو لصق باركود الرزمة ونوعية ورق الباركود. عند الانتهاء من تعبئة المنتجات داخل الرزم وتغليف الرزمة بشكل جيد، عليكم لصق باركود على الرزمة. أيضا هذا الباركود أمازون ينشئه لنا خلال تعريف طلبية استقبال لمخازن الأمازون. مهم جدا أن نلصق الباركود على الكرتون وأن تكون ملصقة على الأطراف وليس في النصف حيث يفتح الكرتون. وملاحظة أخرى هي بخصوص طباعة الباركودز المختلفة، أي باركود المنتجات وباركود الرزمة، عليكم طباعتها في طابعة ليزر وليس طابعة حبر. طابعة الحبر ليست جيدة، يكفي رطوبة بسيطة لعمل ضرر على الطباعة. عملية تجهيز المنتجات وشحنها لمخازن أمازون سهلة، ولكن علينا الانتباه لجميع العوامل التي ذكرتها. وسؤالي لهذا الفيديو، في أي مواضيع أخرى تستصعب لبدء البيع على موقع أمازون؟ اكتبوا إجابتكم في التعليقات وسأحاول مساعدتكم. لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.